على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي قدر يا ود قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر جد اتكسفت لما الخواجة هبستك انت كمان خلت بالك ليه اتكسفت عيب يا ولد يعني ما تعودناش ان واحدة غريبة تبوسنا وقدام الناس بس انت ما زعلتش انت اتكسفت طب نعم طب حجيني هحجيك كان يا ما كان هي فرحة جت جات ومشت من غير ما تتكلم اسمع مهران بكرة اقول لها جدي بيقولك ما تزعليش هو مسك خالي حماد وزعل وقاوي عشانك وانت زعلته عشانها ليه؟ انت مالك قول لها كده وخلاص حاضر يا جدي واللي بيني وبينك سر لا ستك ولا اي واحدة تعرفه مفهوم؟ مفهوم يا جدي تعال صلي على النبي
عليه الصلاة والسلام. أنا هحجيك حكاية جديدة قوي وحلوة قوي. كان يا مكان. قال هتسافر يا كامل؟ إن شاء الله يا حاج، أسبوعين ثلاثة كده. ما قلتش ليه يا ولدي؟ أمال حضرتك عرفت منين؟ عرفت وخلاص. منيرة قالت لك؟ وأنا هشوف مرتك فين؟ أنا فاضل حد. دي زيارة وراجع. الدروشت خلاص. دي الحاجة الوحيدة اللي هتريحني. سيبوني أعملها. وهتسيب مرتك وعيالك وتهجي زي عمك؟ أنا مش زي حد. وأمك هتسيبها؟ أمي افتكرتها ميت. أمي عاوز نعمل إيه؟ أرجع أمك وأعمل لها فرح؟ لا، كفاية اللي عملته فيها. ده أنت شايل ومعبي. قول لي عملت فيها إيه؟ أنت عارف. لا، عرفني. طلقتها وهي حامل فيا، وجننتها، وسبتها في كل بيت شوي عند خالي ده وخالي ده، وانت ورا محجرك وفلوسك وحريمك الجداد. انا غلطان اللي ما خدتكش منها وربيتك رباية مرت الابو. وريتني القمر، بعدتني عنك. افرض ان ابوك غول ظالم وعمل فيك وفي امك كل حاجة وحشة، تهجره تسيبه؟ انت عارف انك لو خلعت اللي في رجليك وضربتني بيه هوطي على رجلك ولبسك الجزمة اللي ضربتني بيها. هو ده الأدب؟ أنا عاوزك راجل جنبي مش تلبسني الجزمة. عاوزك إيدي عيني. مش هينفع. اوعى تفتكر إنك هتصرف على بيتك من الفدانين بتوع أمك. أنت برضو بتصرف من فلوسي اللي أنت رافضها. اللي من وراي ماليش حكم فيه، واللي هقدر أقول عليه لا هقول لا. شوف يا كامل، لو قلت لك ما تروحش الحج ما تروحش. بس انا هسافر. ده اخر كلام؟ ماشي يا ولد، ماشي سافر. وانا مش راضي عنك لو تقدر. احب على ايدك، احب على ايدك. سيبني اعمل الحاجه اللي هتريحني. يعني هترجع يا كامل؟ وغلاوتك عندي هرجع يا ابوي. خلاص ربنا معاك. مالك رايح جاي خيالتي؟ المحاجر وقفت والدنيا اتشبلبت. عليك وعلى الكل. الحاج محمد برضه شغله وقف. الحاج محمد معاه فلوس لو قامت فيها النار 100 سنة ما تخلص. انت اللي فاجئت. طب اسكت اسكت اسكتي خالص. على فكرة انا حتجوز. يوه 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 ده ملمونة. انت فاكر انك من الرجاله اللي تزعل عليها؟ فكرني اضحك معاك يا والله. حيجي يوم قريب واتجوز. اتجوز يا ابو ذكري وشوف اعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني؟ قليل؟ لا، هتشوف بعينك. اتجوز بس انت وهتشوف. استر يا رب. خير خير يا جمال. زي ما يكون يا باشمهندس لمحت ديب. ديب؟ والديب هيعمل لك ايه يا جمال؟ هياكلك يعني؟
روح كمل شغلك يا جمال. الخوف يا باشمهندس لما يكونش ديب، لا تكون سلعوة. سلعوة؟ سلعوة ايه يا راجل؟ سلامة عينيك، انت عينيك تعبانة. روح كمل شغلك يا جمال. ما هو بيقول يا باشمهندس ان موسمها ده. السلعوة مواتي. إسعاف! عربية إسعاف بسرعة! حد الحالة بالإسعاف بسرعة! باشمهندس! دول اتنين! اتنين بيجروا هناك هم يا باشمهندس! بقوا تلاتة يا باشمهندس! تلاتة! الحق يا باشمهندس بقوا أربعة! متكسر ليه؟ 10 سنين غايب، وانا قاعد اقول مفيش حاجه تمنع غير المرض والعين. وانت راجع لي مفيكش حاجه وصحتك زينه؟ انت عاوزاني عيان ليه؟ عجايب والله. بلاد الله يا سلام، ردزين منك قوي بعد 10 سنين. انا مرتك ام بنتك، مش واحده جبلتها على الطريق. بس يا ام حرام عليك، سيبيه ده راجع تعبان. يا ريته كان راجع تعبان كنت سكت، لكن قدامك اهو ايه اللي كان منعه وحاشه. كنت في مصر جربت كذا شغلانه، وبعدين قلت ارجع اشوفكم. لا ألف حمد لله على السلامة. جاي تتمخطر وشك يتولع منه الكعب، وإحنا هنا نصفح المرار. بس ياما قومي. مرار ليه؟ ما الخير كتير. خير أهل كتير؟ ها؟ خير الناس؟ سيبنا نشحتوا؟ سايب 2 ولاية رميهم وجاي تقول الخير كتير؟ ياما افرحي مرة في عمرك، اللي كنت مستنياه رجع. رجع؟ أمك ملهاش في الفرح يا زهرة. بعدين يا بدر هنبقوا نتكلموا. عامل ايه يا زهرة يا بنتي؟ رايقة يا ابوي وزي الفل، الحمد لله بالسلامة. اسمع يا احمد، مفيش حاجة اسمها بعدين. كنت فين؟ في الدنيا قلت لك. يا بي احنا مالناش صرفة في الحكاية دي. مهلنا وما لوحوش الجبل. هي دي اتوبيس سياحة ولا ارهاب؟ دي سلعوة. وده الموسم بتاعها. الموضوع ده مش عاوزني انا. شوفوا لها بيطري، امسكوها اضربوها ونظفوا الجبل منها، وتكسبوا ثواب في العيال اللي عتنام من المغرب. ايه؟ اشمعنى السلعوة؟ عتعد الموظفين والعمال بتوع المشروع الجديد؟ يعني حضرتك تسأل السؤال ده للسلعوة نفسها؟ لا مش هضحك معاك يا بيه.
معقول انا هصلت السنه عوض تعض ايديه وما تعضش ايديه؟ يبقى حضرتك لا تضحك معايا. يا بيه قبل كده الجبل والمحجر كانوا عمرانين بالعمال بتوعي، لازم تلاقي دلوقت سلعوة وديابة وغيره، ربنا يستر. لا تحت أمر سيادتك. في أمان الله، في أمان الله، في أمان الله. هو كل حاجة كلموك أنت وأنت مالك؟ والله ما أنا عارف يا ولدي. والله يا عم الحاج الواحد خايف وهو رايح البيت تكرم السلعوة ولا تكرم حد من العيال. لا ما تخافش، السلعوة ما تقدرش تخطي جوا البلد، اكسر رجلها. الله يخرب بيتك يا هضبي، جبتهم منين دول؟ هضبي بيها، خليك في حالك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مروح دلوقت؟ يا دوب يا عم الحاج. على مهلك يا فرحة، السلعوة مش حق حد. ربنا يستر. ما تقوم يا بارد توصلها بدل ما تخوفها. ايه؟ اوصلها مياه؟ والله لو ابوي دلوقت ما وصله. والله لو انت ذات نفسك يا عم الحاج ما وصلك. وانا عبيط ولا ايه؟ عشان تجرمني؟ وبعدين فرحة بنتها في اخر البلد. مش عاوزة حد يوصلني ولا حتى انا. ايه؟ انا اللي هوصلك. ايه؟ لو بالعربية ماشي، دقيقة اطلع العربية. عربية ليه؟ من طول البلد. انا اللي هوصلك وعلى رجلي. عجايب، مش خايف من السلعوة؟ البندقية اللي كنت حموت بيها الحرامي حموتك بيها لو ما قلتليش كنت فين. اتلم يا بدرة. أصرخ وأقول أمي هتموت أبوي. 10 سنين يا حمد. مين كان سامع؟ مين كان هيوكلنا؟ مين قفل الباب على الولاية في الليل وطمن قلبهم؟ مين طبطب على مرتك وبنتك؟ مين؟ خلاص خلاص، أديني جيت وكل حاجة هتتصلح. تتصلح؟ قول الحقيقة، اتجوزت في مصر؟ ما تكتريش في الحديد عشان ما اطلعش تاني وما ارجعش خالص. ايه حجتك؟ الغيب حجته معاه، انت فين حجتك؟ سكت امك يا زهرة. مالكش صالح بالبنت، تعرفها منين انت زهرة؟ سايبها وهي على وش جواز ورجعت لما كبرت وخطبها العواجيز؟ مين العواجيز؟ هتسأل؟ كتير قوي يا احمد. انا رايح لاخوي. اخوك؟ مفيش روح من غيري، رجلي على رجلك. كله قافل ببانه. الخوف صعب. ليه؟ الخوف طلع زينة. زين كيف يعني؟ خلى البلد فاضية وأنا وإنت ماشيين لوحدينا. ما كانش في داعي لتعبك، كنت روحت وحدي. ليه؟ ما هتخافيش من السلعوة؟ وهتعمل لي إيه السلعوة؟ أنا ما خافش غير من اللي خلقني. انت قلبك تقيل والله ابيض، يعني قاسيه وما تخافيش ولا حنينه ودعوتك مستجابه؟ هو في اقوى من القلب الطيب؟ الله اكبر. زمان بلدنا ما كانش فيها كهرباء والناس تنام من العشاء، في رمضان كل ليله قبل الفجر اطلع فوق سطح المنظر القديمه واضرب عيار. ليه؟ عشان الناس تعرف ان الفجر قرب وداخلين في الصيام. ما زمان ما كانش فيه الميكروفونات اللي عامله دوشه اليومين دول. امي هتقول انك كنت شديد قوي وانت صغير، تضرب الناس بالكربات وتربطهم في العمود. وانت صدقتيها؟ هي اللي شافت. فرحه، انا عمري ما مديت ايدي على حد الا اللي يستاهل. واحد سرق، واحد نهب، واحد ضايق، واحد اسيبه؟ لا. انت عارفه ان بلدنا هي البلد الوحيده في الخط كله واللي ما فيهاش حد ستار واحده؟ يا سلام. امال الناس لما تلاقي محاسبه اول باول ما تعملش المصايب الكبيره. وقالت لي كمان انك لما كنت تطلع كل البنت تتفرج عليك من ورا الشبابيك. كل البنت
أمك عالبالغ، كنت فرجة يعني. لا مش قصدي، كان عاوزين يتجوزوك. قصدك كل الشبابيك المقفولة دي وراها بنات هتتفرج عليا؟ طب ثانية واحدة أوضي بنفسي. ده زمان مش دلوقت. قصدك إني كبرت يعني؟ لا لا أنا ما قلتش كده. طب إيه رأيك؟ أنا واعي على واحدة هناك أهي هتتفرج عليا. يمكن. وإنتي؟ أنا إيه؟ يعني هتقعدي كده من غير جواز؟ وأنا مالي كده؟ عفشة؟ استغفر الله العظيم. عفشة إيه؟ يعني الواحد عشان يحس إنه حلو محتاج لحد دايما يقول له أنت حلو، أنت حلو، أنت حلو. هتجوز بس عشان حد يقول لي أنت حلوة؟ ولا عشان أرمي حمولي عليه؟ حمولك؟ حمول إيه؟ أنت كلك على بعضك كده كد اليمامة الصغيرة. إن شاء الله يخليك يا حاج. قصدي عامل حاج. أها بيت أمي أها. إذا أنتوا عزلتوا ورحتوا بيت جديد؟ لا هو نفس البيت. جيب بسرعة كده ليه؟ ده بالعربية بياخد وقت أطول. تعالي نروح نجيب العربية ونروح. ده بس عشان أنت كلامك حلو. خش يا واد يا مجدي، السلام أمي هتاكلك. الحاج فين ما جابوش يابا ويما؟ إيه اللي هيجيبه هنا يا مجدي؟ والله أهو وفرحان معاك. اتفضل يا حاج، مفيش حد غيرك في البلد اللي ما بيخافش من السلعاو. هو هيوصلك بنفسه كمان يا فرحه؟ لا ما هيوصلنيش، ده كان عند خالتي توحيد وجابلني هنا على اول الطريق. اتفضل يا حاج. ازيك يا زينه؟ ازيك يا فاطمه؟ الشله تسلم يا حاج. وكمان عرفنا في حد في البلد ما عرفوش. اتفضل يا حاج اشرب الشاي. مره ثانيه ان شاء الله. سايق عليك النبي، لا تدخل يا حاج. عليه الصلاه والسلام. هخش خطوة واحدة عشان يمينك. أها. إيه. السلام عليكم. إزيك يا حاج؟ لسه صاحيين؟ يا أهلا يا أهلا، وعلموا لنا العشاء. اتفضل اتفضل. يعني كنتوا تكونوا خايفين من السلعوة ولا حاجة؟ السلعوة هي اللي تخاف مننا. يا أهلا يا أهلا، اتفضل. إيه ده توحيد؟ حتى الباب وسط البيت. ريحة الحبايب يا عز الحبايب. جاي من فين يا حاج؟ جاي من البيت. جيتوا على بالي، قلت أجي أقعد معاكم. والله في بالي يا محمد. وأخوك كمان من الصبح. امبارح شفتكوا سوا في المنام وانا قاعدة وسطيكوا. انت فيك البركة يا توحيد، انت والحاج سيد. قول لي عامل ايه مع مرتك التانية؟ غيارة ومطلع روحي. حتى الجن عغيره؟ يوه اكتر من الانس. هيقول لي عندها 150 سنة، يعني انا من دور ولادها. عشان كده عتغير منك. اتجوز يا سيد. أنا بقول لك أهو قدام أخوي كبير البلد، اتجوز وخلف وأنا مش هزعل. أختي توحيد دي ما شفت زيها في الدنيا كلها، أعجل من كل الرجال اللي قابلتهم. مين يا مبروك؟ مين؟ طب بطلي كذب واختشي عيب. ليه؟ تختشي ليه؟ قالت لك مين على الباب؟ ده استعبط، عايزاكوا يضحكوا علي. ماشي يا مبروك. قالت لك مين يا سيد؟ يا احمد اخوك يا اخوكم. طب اها الباب اها. Thank you.
علوكة بعد الفراق. ازيك يا محمد؟ تمام تمام زي ما شفتكم في المنام، تمام زي ما شفتكم في المنام. تمام اخوي. ازيك يا توحيد؟ ازيك يا اخوي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اخوي؟ ازيك يا غالي؟ اتفضل اتفضل يا بدر. تعالوا يا حبايبي، تعالوا اقعدوا جنبي. لا لا مفيش حد هيقعد، كلنا هنروح البيت الكبير. انت وبدر تقعدوا عند الحريم والحاج سيد يستنانا في المنظرة، وانا واخوي نلف لفتنا مع بعض ونرجع. في 20 سنة حكاوي بينا، 10 غابهم عننا و10 ابنهم عننا. يلا سيد، جات معاك بالصدفة المرة دي. تمنيتوا. السلام. الله يسلمك. جاي قاعد ولا ماشي؟ والولد، الولد عاملين ايه؟ تمام يا ولد ابوي، كامل وخيري وجودة وحماد ومرعي. تلاقي مرعي بقي اطول منك. ميت من سنتين. كيف؟ أمر الله. إيه اللي حصل؟ هوريك اللي حصل. من راحوا فين يا أخوي؟ هتخبط على مين اخواتنا؟ كفايه رازع، مفيش حد جوا. امال راحوا فين يا ملسان زالف؟ كلهم في منظره الحاج. روح، وجعت راسنا. كلهم مين يا فقريه؟ قلت لك كلهم، زهره وبدره وجوزها. جوز مين يا مهووسه؟ جوز زهره ولا جوز بدره؟ والنبي باين عليك مخك فوت، روح وهمني. ادعي عليك بيه، ما انت عمرك خلاص وجب قبر. والد أخوك غيرك هنا، وإيه اللي جابه هنا؟ إخواته كانوا عاوزين يفرحوا بيه ويفسحوه قبل ما يسافر الجامعة. غرق وسطيهم؟ قالوا تزحلق، قالوا المسحور. والحقيقة إيه؟ الحقيقة يعلمها ربنا. بقية في حياتك. سبحان الدايم الباقي. ما جاوبتش على سؤالي، جاي قاعد ولا جاي ماشي؟ مش عارف. عاوزك جنبي يا ولد ابوي. عيالك حواليك؟ كل واحد منهم في وين؟ كامل متدروش وسيبني خالص. طول عمره امه لسه تعبانه؟ وخيري عايز يبقى مطرح باي شكل. طالع لك وجوده معاهم معاهم. وحماد الدنيا مزغلل عليه زيك. حبيبي ده كبر وبيجي زيي وانيل. كل ما اشوفه افتكر نفس الطريقه والصياعه والهلس. يبقى هو ده أحسن واحد في عيالك. كنت فين السنين دي كلها يا أحمد؟ والمحجر، كنت سامع في مصر إنك بقيت من أكبر مجاولين الجمهورية كلها.
كانوش مصدقين ان احنا اخوات. والله هتضحك يا بدرة وشوفنا سنانك. غبت العشر سنين كتيرة. أول ما شفته كأنه ما كانش غايب ولا ليلة. يوه 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 يوه. وإيه تاني يا أم زهرة؟ لأنه كنت فاكراه حرامي في الأول. قلت لها يا بيت هات البندقية لما نشوفه من المكفي اللي جاي يتهجم على الولاية في الليل ده. وما تعرفيش إنه هو؟ وسحبت البندقية وطلعت كنت حطخه. لقيت أحمد. كنت تقطيه يا حزينة عشان تقعدي حزينة طول عمرك. بعد الشر إن شاء الله ما حد يقعد حزين أبدا. تلقاه كان متجوز في مصر. مش بدرة اللي جوزها يتجوز عليها يا مندها. وش عرفك كنت معاه؟ لا بس عارفة جوزي عينه مليانة. مليانة عشر سنين؟ ليه؟ مليانة إيه؟ اصل أحمد رجل صح مرة واحدة وكفاية. ومالهم الرجالة اللي اتجوز أكتر من واحدة؟ سياد الناس. أنا عارفاها هتلجح بالكلام على مين. بس يا حبيبتي الحاج محمد أبو دياب غير جوزك خالص، واللي قاعد سبعة مطرحه غير اللي هج. واللي هجها رجع ومش متجوز وحيقعد سبعة برضو. سمعنا إن زهرة جالها عريس. آه بس لسه ما حددناش. يعني وافقتي على ابو ذكري خلاص؟ ابو ذكري مين ده اللي ياخد بنت اخو الحاج محمد ابو دياب؟ اسمها بنت الحاج احمد يا حبيبتي، وابوها قاعد وكده اربعة واتنين. كبير عليك يا زهرة. وانا مش صغيرة يا مرت عم، وبرضه مش كبيرة. وليه تتجوزي راجل متجوز؟ راجل زين وغني ويقدر يصرف على بيتين. ده كلام الرجال هما اللي يردوا فيه مش كلام الحري. طول ما انا قاعده مفيش لا رجاله ولا حريم. البت بتانا مش بتحد. هتمشي كلامك على جوزك واخوه يا بدره؟ ده انت قويه قوي. ومشي كلامي على التخين. هدي هدي يا مرت عم، الكلام بحساب. وانت اللي هتحاسبيني يا مرت خيري. عيب عيب يا شربات، لما الكبار يتكلموا انت تسكت يا بنتي. مبسوطه؟ كله عاوز حقه يا احمد، وكله حقه عندنا. بس تقدر تقول لي انا ليا مين في الدنيا عايزني انا بحق؟ من اصغر عيل لاكبر راجل ومره في العيله، لبيتك لمراتك للحريم اللي انا طلقتها، كله يفتح عينيه كل يوم الصبح يشوف هياخد مني ايه. ويا ريت في كلمه حلوه ولا نظره حنينه. انا مش عاوز منهم حاجه، يسيبوني في حالي ويبعدوا عني أذاهم. عموما لو في فرح ولا حاجة هنستأذنوكم برضو، لأن المرحومة تقوى لسه الحول بتاعها. الهم همنا والفرح فرحنا. ودي بنتي ودي بنتي يا بدرة، لكن أبو ذكري ده مش فرح أبدا. ليه؟ ماله أبو ذكري؟ شايلينه في جروسكم وزعجين ليه؟ ما هو زي وزي الحج في كل حاجة. زي وزي مين؟ أبو ذكري يا بدرة لو الحج كح في وشه يقع على جفاه. يسلم حضرتك. العجل كله واقف والمحجر نفسه واقف. هيعملوا طريق طويل وسط الجبل بين مصر وأسوان. وانت سكت؟ لا عملت كتير ولسه هعمل. والمحامي شاف شغله وادينا قاعدين مستنيين مستنيين كل حاجة. العيال يعقلوا والغايب يرجع. وانت رجع راجع ولا رجع ماشي؟ انا شفت المر والله يا محمد. ما انت مشيت من غير ما تشاور. ويعني حد كان حيقول لي تروح وتيجي بالسلامة كنت حتقول لا؟ تقوم تقطع عشر سنين يا احمد من غير جواب ولا حتى تليفون. ايه فرق الحي عن الميت غير السؤال عن بعض؟ اسمع صوتك اشوف وشك، نبص لبعض نسلم على بعض. اتضمنت الدنيا والاعمار يا ولد ابويا. ساعات الواحد ما بقاش عاوز من اخوه ولا حاجه.
كل اللي عاوزه منه يبصوا في وشوش بعض ويمكن ما يتكلموش. اوقات كنت اديك بالدنيا كلها وادور عليك انت بس ما لقاكش. ليه عملت كده؟ طول عمري حاسس ان هنا مش مطرح يا محمد. لمرة اتجوزتها بمزاجي ولا ناس حواليا عارف اتعامل معاهم. لما هجيت لقيت الناس اللي تعرف تتعامل معاهم. لقيت الألعن والأضل. اشتغلت 100 شغلانة. تشتغل عند الغير وسايب أملاك أبوك وجدودك؟ عمري دي ما كانت عندي مشكلة. المشكلة في قلة القيمة هناك. لا فيها أبو دياب ولا بيت حمزة. عدت عليا أوقات ما كانش معايا حاجة خالص، لا ناس ولا فلوس ولا قيمة، وقلت أرجع وما رجعتش. عشان لقيت اللي يعوضني. يعوضك عن إيه؟ عن أخوك، عن مرتك، عن بيتك، عن بلدك. كأنك ما كبرتش يوم ولا شعرك شاب. هياك أحمد اللي عنده الفسح والجلع أهم من الشغل والمصلحة. هو ده تفكيري ومش هغيره. ما علينا. وإيه اللي عوضك يا ولد دياب؟ الحب. الحب. رجعنا لكلام العيال الصغيرة. حب إيه وإنت داخل على 60؟ ما هو ده السر اللي يخلي قدامه لا عمر ولا مكان. حبتني يا محمد من قلبها، أصغر مني بخمستاشر سنة. شلتني كده من على الأرض، أرض إيه؟ من قلب الطين، ورفعتني للسماء. حبيت طيارة إياك. شاركت ناس في شغلانة خدوا كل حاجة وكانوا هيموتوني. موتوني فعلا ورموني في البساتين مجروح عنازع بين الحياة والموت. بعدين والله حتى ما كنت شايف لقيت ايد حلوة طيبة حنينة هتقول لي قوم، وخدتني بيتها وعالجتني وباعت حتى عفش بيتها لحد ما قمت على حيلي. الأصيل ربنا بيبعت له الأصيلة. حبتني وأنا مرمي قدامها شبه ميت في الضلمة حتى من غير ما تشوفني، واتجوزتها وفتحنا قهوة. قهوة يا ولد دياب؟ كانوا أحلى 5 سنين في عمري كله. طبعا قاعد جنب الراديو وتسمع الأغاني بقد دي شغلانتك. وكنت مبسوط. وخلفت باسم زي القمر. مبروك يا أبو باسم. بدر لو عرفت والله هتموت. ولا قلت لها حرف؟ أكيد. كمل. والظاهر لازم ندوق المر وسط العسل. تعبت سمية تعب شديد وسخنت. أنا قلت برد وهتروق. رحنا للدكاترة قالوا سرطان وتتعالج كيماوي. شعرها ابتدى يوجع وعينيها دخلت لجوة. مفضلش فيها غير نظرتها المنورة اللي طول الوقت بصالي بيها، وانا ما بقيش معايا قرش واحد اصرفه عليها وارد لها الجميل. والله العظيم كانت هتدخلني بايدها الحمام. ما قلت ليش ليه؟ ما شيعت ليش ليه؟ ما رفعت سمعت التليفون وعملت مكالمة بخمس قروش ليه؟ ما كانش قدامي غير الناجي. تيجي
يعني توجع ناس هناك وتوجع ناس هنا. بقيت شغلتك توجع الناس اللي هيحبوك. أنا ما وجعتش حد، أنا هملت الدنيا كلها وريحت الناس مني. ريحت مين؟ تقدر تقولي ريحت مين؟ أنا أكتر واحد تعبان. وجاي ليه؟ جاي أقول لك وتشور علي. كله في الآخر يجي فوق راسي ويحط. خلاص همشي. يمشي تروح فين؟ وأنا اللي قلت جاي تشيل مش جاي تحط. قوم. قوم اروح فين؟ نروح للغلبانة اللي شلتك وانت رميتها دلوقتي. والعمر هيستنى حد؟ وولدك لحمنا مين قاعد معاه دلوقتي؟ ما هي خالته معاه. خالته هتقعد مع امه العيانة ولا هتقعد معاه؟ وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم يا ولدي. جرحك يشق قلب الجبل راح يطق ضاقت علي الطرق. ولدي قتل ولدي حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق يقر. يسكت عشان ولدي ده السر منو الكون، وكل واحد له عاجل على مجنون. ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي. حجر الراحة يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول. ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر. I'm not sure.